وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلدية بوزارة شؤون البلدية والزراعة. نرحب بك سعادة الوكيل في نشرة أخبار الثالثة. إذن ما هي مؤشرات سرعة إنجاز الطلبات في بنايات؟ الله يمسيكم بالخير وشاكر لكم هذه الاستضافة. بداية نظام تراخيص البناء بنايات تم تدشينه في أكتوبر 2018، حقق نقلة نوعية في تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء، وذلك في مدة ما تتجاوز 5 أيام عمل. طبعا هذه المبادرة تحظى بدعم ومتابعة من لدى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. طبعا دائما سيدي سمو العهد يؤكد دائما على تسريع وتبسيط الإجراءات لجميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. مثل ما تفضلتوا خلال العام 2022 تم إصدار 1565,000 ترخيص بناء عن طريق نظام بنايات لمختلف التصانيف، واللي أسلفتوا أن غالبية هذه التراخيص كانت لمشاريع سكنية وتليها المشاريع الاستثمارية. نعم. بمعدل 2.2 يوم عمل ومساحة إجمالية 1,300,000 متر مربع. اللي أحب أن أؤكد عليه الله يسلمك أن القطاع الخاص ممثلا في المكاتب الهندسية يشكل اليوم شريك أساسي معنا في عملية إصدار رخص البناء. لاقى هذا النظام تجاوب كبير وإيجابي من قبل المكاتب الهندسية، وهي طبعا تعاون كبير بيننا وبينهم، وأبدأ التعاون مع الوزارة في سبيل تطوير وتحسين نظام تراخيص البناء بنايات. هذا كله طبعا يؤكد فعالية هذا النظام ومردوده الإيجابي على دعم أجهزة الاقتصاد وبالأخص في المجال العمراني والتشييد. نعم. وشكرا الله يسلمك. نعم سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لهذا التوضيح.